السلام عليكم، تحية طيبة. دائما كالعادة نبتدئ حصتنا اليوم، يعني الدرس الثاني، بحكمة. خير جليس في الزمان كتاب. الآن بالنسبة للدرس الثاني، المستوى الخامس، الزوايا، ليزون. لاحظ الشكل المرسوم. إن هذا الشكل المرسوم فهو شكل هندسي، وليس بمربع، وليس بمستطيل، وليس بمتوازي الأضلاع، وليس بشمعل، وليس بدائرة، يعني شكل هندسي ليس كالأشكال العادية التي سبق دراستها. إن الشكل المرسوم يسمى زاوية، سيت ان أنجل. إن الشكل المرسوم يسمى زاوية. رأسها، يعني رأس هذه الزاوية، النقطة أو. رأسها النقطة أو. ضلعها أو أ وأو بي. لاحظوا بالنسبة للكتابة أو أ وأو بي، دائما نبدأ برأس الزاوية أو أ، ينطلق من أو، يمر من النقطة أ، لا نضع في النهاية. كذلك بالنسبة لأو بي، ينطلق من رأس الزاوية ويمر من نقطة بي. لذا نضع هنا معقوفة، هنا معقوفة، وهنا قوس. محدد في الأصل وغير محدد في النهاية. ومدي رمزها، يعني رمز هذه الزاوية، كيف نرمز الزاوية؟ أ او بي او بي او ا. يعني لاحظوا دائما نضع راس الزاويه في الوسط، ثم ا او بي او بي او بي. بالنسبه للاضلاع ناخذ ما او ا، بالنسبه للاضلاع الضلع الاول او بي والضلع الثاني او ا، الاضلاع لا تتغير. كذلك بالنسبه للاو ا و او بي، ان هذا رمز زاويه. كل ضلع، ملاحظه، كل ضلع عبارة عن نصف مستقيم. عندما أقول نصف مستقيم ليس بمستقيم، لأن رمز المستقيم يكون بين قوسين، وليس بقطع بين معقوفتين، ولكن نصف مستقيم، هنا معقوفة وهنا قوس. دائما كل ضلع عبارة عن نصف مستقيم، هنا معقوفة وهنا النقطة الثانية، يعني ينطلق من أو، يعني رأس الزاوية، ويمر من أو، ينطلق من أو ويمر من ب. لقياس زاوية نستعمل المنقلة. المنقلة عبارة عن نصف دائرة. المنقلة هكذا، هذه تسمى منقلة. لقياس زاوية نستعمل المنقلة. وحدة القياس هي الدرجة. وحدة القياس، هناك وحدة قياس الأطوال، هناك وحدة قياس الكتل، وحدة قياس المساحات، الحجم. كذلك بالنسبة لقياس الزوايا نستعمل الدرجة، لو دوغري. إذا المنقلة، لاحظوا، عبارة عن هذا الشكل. الآن ننتقل إلى الشكل الثاني، تعريف المنقلة. تعريف المنقلة، لاحظوا المنقلة عبارة عن نصف مستقيم، هذه تسمى منقلة، متفقين؟ هذه منقلة، فهي هذه الأداة الهندسية تسمى المنقلة. مدرجة من 0 إلى 180، من 0 إلى 180، من اليمين إلى اليسار، وكذلك من اليسار إلى اليمين، على هذا الشكل تسمى منقلة. لاحظوا من 0 إلى 180 ومن 0 إلى 180. تنصحكم بس هذه المنقلة غادي نبقاو نخدمو بها، تكون عندها واجهتين. ما تجيبوش المنقلة اللي فيها واجهة وحدة، من 0 إلى 180، المنقلة فيها واجهتين. إذن هاد النقطة هادي تسمى مركز المنقلة، سي لو سونتر، مركز. هذه الأداة تسمى سابقا كما قلت منقلة. هذه المنقلة مدرجة من 0 إلى 180، لاحظوا التدريجات، من 0 إلى 180، من اليسار إلى اليمين، ومن اليمين إلى اليسار. كل تدريجات تسمى درجة. راك غتلاحظوا في المنقلة عندكم ما بين 0 و10، هناك 10 تدريجات، كل تدريجة تمثل درجة. كذلك ما بين 10 و20، كل تدريجة تسمى درجة، وهكذا. الآن ننتقل إلى دور المنقلة. لماذا نستعمل هذه الأداة الهندسية؟ تستعمل المنقلة لقياس زوايا مرسومة، لقياس زوايا مرسومة، ورسم زوايا ذات قياس معلوم. يعطونا واحد الزاوية ذات قياس معلوم وترسموها. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر هذا، وغدا إن شاء الله غادي نخدمو التطبيقات، وشكرا.